نعم. أصلا عندك يا شيخ الآن لبس الجورب لعدم الغسل يعني ما يريد أن يغسل رجله. إيش؟ يريد أن يلبس الجورب لأجل لا يغسل قدميه. نعم. ما من أجل مثلا البرد. يعني أنه لبس الجورب ليمسح فقط. ليمسح نعم. هذا بعض العلماء يمنعه ويقول لا يجوز هذا لأنه نوى إسقاط الواجب عليه وهو أصل الرجل، فهو كالذي يسافر في رمضان من أجل أن يفطر في رمضان، ومعلوم أن من سافر في رمضان من أجل الفطر أنه يحرم عليه السفر ويحرم عليه الفطر أيضا، فعلى هذا يحرم عليه اللبس ويحرم عليه المسح. وبعض العلماء يقول لا بأس أن يلبس ليمسح، لأن أصل لبس الخفين من أجل المسح عليه، سواء كانت حامل على ذلك شدة البرد أو شدة الحر أو أثر في الرجل أو غير ذلك. المهم أن أصل لبس الخفين من أجل أو الجوارب من أجل المسح، وليس أصل السفر من أجل الفطر، فبينهما فرق ولا يصح قياس أحدهما على الآخر. وهذا قوله هو الراجح، أن الإنسان لو لبس من أجل أن يمسح فلا بأس، لكننا لا نحبذ له هذا، لأن غسل الرجل إذا كانت مكشوفة أفضل من المسح عليها. اللي هو وهذا هو الذي قلنا، هذا اللي قلنا قلنا يمسح على أي حال كان، لكن بعض العلماء قال لا يمسح إذا كان إنما أراد إسقاط الغسل. نعم.